نبي حلوه حلوه من محرك، جيب لنا كم كرتون حلوه، وبعدين على دربك تمر مجمع عالي، في شايب هناك قاعد عنده عربانه يبيع شغلات زيتون وجبن ومخلل والطرشي والشغلات الحلوه هذه مالت البحرين. بنفس الوقت وانت طالع مر على مجمع السيف، جيب لنا شويه ملابس. ما دام كذي عي الان لي طلبين عندك يا عدنان، ابي بطل مهياوه وسورو، وبعد لوز ها، وبعد تسلم على اهل بحرين كلهم واحد واحد، وتقولهم ابو عاشور يسلم عليكم ويبي يحطكم في بؤبؤ عينه. اسلم على اهل بحرين؟ راح اسلم على اهل بحرين طبعا، انا راح اسلم اول ما انزل المطار وبيت بيت حق ابو خير ابو عاشور، ولا اقول لك انزل بالاخبار او احط اعلان في الجريده ان ابو عاشور ولا في جبال السيف في مكان حوت، حط في اعلان ابو عاشور يسلم عليكم واحد واحد. وانت يا عاشور تبي شيء؟ انا يعني ودي مار على طريقك بالبحرين جيب لي هاي متوج.